أبرز هذه التوصيات والمقترحات، وكما لدينا في المحور الأول وفيما يخص السياسات المالية والنقدية، العمل على استمرار خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وإطالة أجل السداد والاستمرار في تحقيق فائض أولي لتعزيز قدرة الدولة على سداد التزاماتها. سرعة الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي. أهمية مرونة سعر الصرف ليعكس ديناميكيات السوق من العرض والطلب كأداة لامتصاص الصدمات الخارجية. العمل على تفعيل سوق المشتقات للعملة والعقود الآجلة كأداة تحوط ضد مخاطر تذبذب سعر الصرف. إصدار مؤشر للجنيه المصري مقوماً ببعض العملات لأهم الشركاء التجاريين من والذهب، في إطار تعزيز مشاركة القطاع الخاص. أولاً، توسيع قاعدة الملكية بالتركيز على التخارج من خلال تبني الطرح بالبورصة كأولوية، ويليها زيادة رأس المال من خلال دخول مستثمر استراتيجي. تعزيز دور صندوق مصر السيادي من خلال نقل عدد من الشركات التابعة للدولة إليه. تحديد فترات زمنية للموافقة على الطلبات المقدمة من المستثمرين، وفي حالة تأخر رد الجهة يعتبر ذلك موافقة ضمنية لبدء مزاولة النشاط. الإسراع في صرف دعم الصادرات للقطاعات المستحقة للدعم بمجرد التقدم بالمستندات الدالة. في المحور الثالث، وهو القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، إصلاح منظومة التعاونيات والاقتصادات المرتبطة والاتحادات المرتبطة بالنشاط الزراعي من خلال إصلاح هيكلي ومؤسسي ومالي وإداري، بما يدعم قدرتها على القيام بدور أكبر في ملف الأمن الغذائي، بما يشمل التسويق التعاوني ومستلزمات الإنتاج والزراعات التعاقدية والإرشاد الزراعي وتجميعات زراعية وغيرها. إيجاد خطوط نقل سريع لتمكين الصادرات الزراعية الطازجة من النفاذ إلى الأسواق المستهدفة، باعتبار هذه المنتجات سريعة التلف، مع التركيز على الخطوط التي تمثل أهمية نسبية لها ووزن نسبي في حجم الصادرات الزراعية. في ذات السياق، فالقطاعات الاقتصادية ذات الأولوية أيضا تسهيل الحصول على قروض تمويل للمشروعات الصحية، خاصة في المجتمعات الجديدة، بقروض ميسرة وفائدة مميزة. تسهيل إجراءات الشراكة مع الدولة في المستشفيات القائمة والجديدة، وذلك من خلال إدارة القطاع الخاص للمنشآت الصحية بحق الامتياز. تقديم حزمة متكاملة من الحوافز الضريبية والتمويلية، وذلك لتشجيع القطاع الخاص على توفير خدمات تعليمية متنوعة تتناسب مع مختلف شرائح المجتمع، خاصة الطبقة المتوسطة، وبما يراعي أهداف التنمية المكانية في المحافظات المختلفة. دراسة إدخال تعديلات على عقود توصيل التيار الكهربائي للمصانع بحيث تصبح قابلة للتمويل البنكي. اتخاذ إجراءات تنفيذية من شأنها تصدير العقار عالمياً والترويج للمنتج العقاري من خلال الدولة والقطاع الخاص، مع أهمية وضع إطار تنفيذي داعم ومحفز. إنشاء منطقة اقتصادية خاصة لصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عالية التقنية على المدى القريب، واللجوء إلى آلية القائمة البيضاء التي يتم تسجيل هذه الشركات بها. توحيد الجهة الخاصة بتحصيل الرسوم على المستثمرين في قطاع السياحة. الإسراع بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية. التوسع في التصنيع المحلي للوحدات المتحركة للسكة الحديد والجر الكهربائي وقطع غيرها لخلق قاعدة صناعية يمكن الاعتماد عليها وتوفير العملة الصعبة. إشراك القطاع الخاص المصري والأجنبي في إدارة وتشغيل كافة مرافق النقل لنقل الخبرة وضمان تقديم خدمة جيدة للمستخدمين والمحافظة عليها، مع العمل على تعديل التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة. المحور الأخير، وهو تطوير قطاع الصناعة. أولاً، سرعة الانتهاء من الرؤية المتكاملة لاستراتيجية الصناعة الوطنية واستهداف بعض الصناعات المهمة وتعميق التصنيع المحلي، خاصة في الصناعات الهندسية والكيماوية والنسيجية والغذائية.
2 تنمية الصادرات الصناعية من خلال برامج رد الأعباء التصديرية، تسهيل إجراءات النفاذ للأسواق الجديدة، تفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري والمعارض الدولية. 3 تعزيز دور مبادرة ابدأ لدعم القطاع الصناعي. 4 تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي بهدف تعزيز المنتج المحلي في المشروعات القومية للدولة. 5 تحويل المناطق الصناعية إلى مدن سكنية متكاملة والعمل على توفير سكن للعاملين لتقليل تكلفة الانتقال للعاملين أو منح أراضٍ للمصانع. أشكر حضراتكم شكراً جزيلاً.